الحديث بيناتنا اليوم مشاهدينا مع فنانة لبنانية عم بتشق طريقة بعالم الغناء بخطوات ثابتة. حبها للموسيقى ابتدى من الطفولة، نمت موهبتها بالثقافة والتمارين، ومن بعدها قدمت عدد من الأعمال الناجحة. والمميز بمسيرتها الفنية هو أنه حققت شهرتها بدول الخارج، واليوم هي موجودة بلبنان حتى تكمل مشوارها نحو النجومية. رح نتعرف أكثر على الفنانة حسنة مطر. اهلا وسهلا فيك يا حسنة، شرفتينا باستديوهات ام تي في. انت من تنورين. نعم. وبهالمكان الجميل قضيتي طفولتك. صحيح. وكمان بهالمكان اكتشفت انه عندك موهبه الغناء. شو ذكرياتك الاولى حسنة انت وعم بتغني وبتدندني؟ اكثر شيء انه وقت لي كنت اشترك بالحفلات المدرسيه، وكان في حفل كثير مهمه وبذكرها منيح انه انا نلت جايزه باثناء قدمت اغنيه ونلت الجايزه. كان في كثير يعني مقدمين، كانوا الاعمار انا كان يمكن عمري شي 9 سنين باثناءها. نعم. وكنت كثير متاثره بطفولتي بست هيام يونس اللي هي كمان قرابتي. نعم. وجارتي، وبوجه لها تحيه لست ليلى ومطر. نحن كمان بنحبها كثير. ايه، وكمان متأثرة بست سميرة توفيق، بحبها كثير. نعم. وكمان بغني اللون يعني بتقان لونها البدوي. حسنا، نميتي موهبة الغناء بالكونسرفاتوار الوطني. نعم. شو درستي هونيك؟ وهل بوقتها كنت مصممة انه تكوني فنانة محترفة؟ هذا الشعور ما كان يفارقني. بالاول بالبدايه انا بلشت مع الاستاذ ريني بندلي، وكان كمان اخته يولا بندلي. نعم. تعلمت كثير منهم. اكيد اكيد، وحطوني على السكه الصحيحه. نعم. وكان في تمارين وضلينا خلال سنتين، وباثنائها كمان كنت عم بتلقى دروس بالمعهد الوطني، يعني كنت عم نميها اكثر. وضليت كمان لسنتين اكيد السولفيج، الغناء الشرقي، آلة العود، العزف، لانه بيجبرونا فيها لان هي بتهذب السمع. نعم. بس بحكم شغلي برا وسفري ما عاد قدرت ابعته للاسف، بس كثير كنت حب لانه كان بلش يطلع معي شيء على العود كمان. ولكن عيني كانت على النجوميه من طفولتك يا حسنه. اكيد معظم الاهالي اكيد بتعرفي بفضلوا مهن ثابته لاولادهم حتى يامنوا. صح. مستقبلهم. صح. اهلك شو كان رايهم بالفن لبنتهم؟ ما هو انا يمكن شوي هيك تعذبت وما قدرت، يعني كانت خطواتي ثابتة لأنه هني بالأول ما شجعوني وما وقفوا حدي وعرضوني كتير. نعم. مشان هيك ممكن كان في بأثناء برامج كتير عم تتقدم وكانت قصرت الطريق كتير علي، بس هني ما شجعوني وما أخذوا بإيدي وعرضوا هذا المشروع. وقت اللي هني شجعوني كنت أنا اوريدي يعني ما بق فيني، لانه كنت مشيت مع عائله فنيه. نعم. معروفه، وما بق فيني انه ارجع اقدم على كنت مقتنعه كمان باللي عم تعمليه، بتصور هذا كان الدافع الاكبر لإلي. ايه اكيد اكيد، ما في شك. اول اغنيه خاصه لإلي كانت بعنوان شدوا الهودج. نعم. من خلالها تعرف الجمهور على الفنانه الصاعده حسنة مطر. صح. شو كانت اصداء هالاغنيه؟ هي الاغنيه للشاعر احمد جسار وللملحن رشاد نجم، بوجه لهم تحيه. توزيع وتسجيل المايسترو احسان المنظر. نعم. الاغنيه بدويه لان انا قلت لك متاثره كثير، انا يعني متاثره كثير بالست سميره توفيق. كان اصدقائي لانه تصورت كليب واخذته الاي ار تي شهرين ومبس فضائيا، كان يعني فتحت لي افاق للخارج على اساس، وطلعت كثير على دول وعلى أساسه زرت أمريكا اللاتينية لأول مرة. نعم. صار في دعوة من البريزيدون نعيم شعبوق اللي هو رئيس الاتحاد الأندية، وصرت كمان زور كذا ولاية على أساس حفلتي. أول حفلة كانت بماتورين فينزويلا. يعني من بعد أول أغنية لإلك تعرف عليك الجمهور. صحيح. أو إذا بدك الجاليات اللبنانية اللي. صحيح. عايشة بدول اغتراب. صحيح. وشافوك بالكليب اللي انعرض على. صحيح. شاشه الاي ار تي، وصار في طلب كثير عليكي، تلقيتي سلسله من الدعوات لتشاركي بمهرجانات وحفلات. صحيح. ولكن شو اخذك على امريكا اللاتينيه؟ وين بالضبط؟
امريكا فنزويلا. فنزويلا اكيد زرتها كلها المقاطعات كاراكاس بورتو لاكروس منطقتي وضيعتي اللي بعتبرها هي ماتورينو هي قد لبنان يعني بس لانه في جالي بحبها كثير بوجه لهم تحيه كلهم خاصه جالي يعني رحتي بدعوه خاصه اي اكيد من رئيس الاتحاد ومن النوادي وعطول عم بتلقى هيك دعوات وعم بيكون عندي تور بامريكا اللاتينيه وخاصه فنزويلا يعني حسنا قدي برأيك عندهم عطش على الفن اللبناني بدول الاغتراب وكيف استقبلوكي بدول الخارج؟ أكيد اللبناني بضل يعني المغترب مغترب بس اللبناني بالأصح بيبقى متعطش للفن اللبناني وخاصة الموال والأغنية البلدية يعني المجنة والعتيبة عطول مطلوب بيستقبلوني كتير بلهفة وبشوق بحسوا انه كانوا شافوا لبنان من خلالي نعم. وبكون يعني ضيفتهم المدلله والمعززه بحبهم كثير وهن بحبوني كثير وانا بشكرهم يعني لانه ما بحس حالي بغربه مع انه بقاسي من هذا بعاني من هذا نعم. الموضوع بس بحس على طول انه اهلي وعائلتي حدي لانه هالقد استقبلوكي بحفاوي صح صح. حسنا نحن كثير حابين نستفيد من وجودك معنا حتى نعم. نسمع صوتك نعم. بدنا نسمع شيء منك بالوقت اللي عم نحضر الفيديو صرت جاهز باسم مش جاهز اوكي بدنا نسمع نحن اذا بتريدي موال منك وكمان بدنا نشوف فيديو كليب لاغنيه جديده لك شو حابه تسمعينا رح اسمعك موال انا هلا بتسمعوا الاغاني الخاصه بس رح اسمعك موال ست سميره توفيق تفضلي هي عالم يا ربي انت بالوجود ارحم قلبي دايب بالعذاب لو انه الشمس هديوني يا محبوب وحطوا لي الجواهر بالخوابي هيرد القلب عن حبك يا امتي في ما رح اتوب لو جابوا القمر يوقف عبابي حلو كتير ميرسي بفهم ليش هالقد في طلب عليك بدول الخارج بصوتك جبل لبنان وسهول لبنان الواسعة حسنا بدنا نسمع المزيد منك كمان نتعرف أكثر على أعمالك الجديدة ولكن رح توقف قبل للحظات أوكي منرجع مشاهدينا للحديث بيناتنا مع الفنانة حسنا مطر قبل البريك سمعنا صوتها وتعرفنا على بدايتها بعالم الفن وبنوصل هلأ حسنا لشركات الانتاج بعرف معظم الفنانين بلبنان بيعانوا بطريقة أو أخرى من المنتجين وشركات الانتاج وبعرف أنت عشتي حالة أخرتك يمكن حوالي سنتين ونص شو صح صار معك؟ صحيح أنا كان في سحر الشو اللي هي نزلت إذاعيا وبالراديو وكان لها صدى كتير حلو وعلى أساس أنا أنه لازم أنه يتبع الفيديو كليب وصار في اتصال مني من خلال راديو سترايك على انترفيو بمجلة أوغاريت وعلى أساسها حكيوا أنه هني بينظموا حفلات بيستلموا أعمال هني عندهم إنتاج هني كذا أنا حبيت لأنه بتعرفي أنت الفنان لازم يكون عنده إدارة حده نعم ووحده إيد واحدة ما بتزقف ولازم أنه كمان يكونوا هنك لأن كل إنسان عنده خبرته بقى وفرجوني شيء أنه عم ينظموا أعمال لفنانين وثبتوا له هيك وأنا بحكم شغلي برا بعيد شوي هون عن أجواء لبنان يعني ما بقدر بعرف وبوثق بكل العالم فكر كل العالم صادقة مثل ما نحن صادقين وصار في لقاء انا والصحافي ورئيس المجله وعلى اساسها تعهد هو انه في عمل رح يصير سوا انه بننسى سحر الشوق وقف لي حتى الغنيه نعم. وفي عمل رح يصير وفي وراء يعني بيني وبينه وعلى اساسه هالعمل رح انا بساهم ب 20% من المصروف وهو بيكمل والانتاج واداره الاعمال وكل شيء له تنظيم نعم. الحفلات واللي صار انه كان في الوقت يعني بيكون 40 يوم ونحن من خلاله بنبلش ننفذ العمل
راح شهر واثنين وثلاثة، وقت اللي بلشت أنا أتصل وصرت محروقة لأنه عملي رح ينطفي بالسوق. نعم. والعمل اللي انحكى عنه ما عم بيتحضر له، كان ضاع كتير وقت. إيه صار ساعة التليفون مسكر وساعة منه موجود مسافر وإلى آخره. لذلك أنا بحترم قضائي. نعم. وقانوني، التجأت للقانون. نعم. واضطريت أنه أرفع دعوة عليه، وهلأ قلنا سنتين ونص نحن على أساس ربحنا الحكم. بس أنت بتعرفي أنه كل شيء عنا ما بعرف، ما فيني أقول كل شيء بياخد وقت، كل شيء بياخد وقت، حتى ولو أخذت الحكم يمكن صعب تنفيذه. إيه صعب تنفيذه بقى، بس أنا بوثق بالقضاء اللبناني. نعم. وبعرف أنه حقي لا حيرجع. نعم. لي، لأنه بالنتيجة كل صاحب حق لازم يرجع له. وما فيني أقول إلا الله يسامحه. صح، وللأسف ما في شيء بيعوض عن خسارة وقت. أكيد خسارة وقت، وكمان إنه أكل يعني كان إلي عملت. نعم. ستريس يعني من وراء الموضوع إنه منه هين كان. هلأ رجعتي بقوة وعم بتعودي شوي بعمل مميز جديد، أول ألبوم لإلك. نعم. بعنوان ليالي الغربة. صحيح. بدنا نشوف جزء من فيديو كليب ليالي الغربة، بنرجع. نعم. نكمل حديثنا. نعم. حلوة كتير الأغنية، وبتصور راح يحبوها كتير الجاليات اللبنانية بكل دول العالم، والكليب حلو لأنه بيستعرض أجمل المناظر والمناطق اللبنانية. صحيح. حسنا هيدي الأغنية من أول ألبوم لإلك بعنوان ليالي الغربي، وكمان اسم الأغنية. خبرينا عن الألبوم. الألبوم مؤلف من 8 أغاني، في الأغنية خليجية إعادة توزيع، وفي أغنية مصرية كمان إعادة توزيع، في ليالي الغربة، وفي 5 أغاني كمان هني، في أغنيتين بدوية والباقي لبناني. اشترك معي في الملحن المايسترو أحسان المنظر، كان له حصة الأسد فيه. وهو كمان نوع من مشرف إذا بدك على أعمالك، أو عم بيعطيكي نصايح كتير مهمة من خبرته الواسعة. من وقت ما رجعتي على لبنان، كيف تعرفتي على أستاذ أحسان المنظر؟ أستاذ أحسان المنظر معرفتي فيه قديمة من أغنية شدوا الهودج، وهو منه يعني ما بعتبره أنه مايسترو ملحن. نعم. بعتبره أخ، الأخ الكبير، وهو الصديق. نعم. وعطول أنه عندي هيك جلسات أنا وياه، وبستشير باشياء كثيره، وهو بيوجهني انه مثلا سحر الشوق انا كان عندي غير مثلا فكره، هو لا قال لي حسنا لازم الاغنيه الشبابيه مشان السوق مشان الشباب، يعني على طول هو بينصحني، وبيكون يعني مثل كانه مش قصه ملحن مع فنان، لا قصه انه هو سهران علي وحابب انه انا اوصل، لان كان اللي حسنا قد ما تنعرفي برا وقد ما تشتغلي برا فنان بينعرف ببلد، وحرام لازم انت. نعم. بقى تنعرفي ببلدك. نعم. حسنا بهالالبوم غيرت شوي الاسلوب اللي تعودوا عليه عليكي فيه الناس.
الناس، انتقلتي لأغاني شعبية أكثر، أغاني باللهجة المصرية، باللهجة الخليجية كمان البدوية، وكمان أكيد أغنية للوطن. ليش هالتنوع؟ والله التنوع صار انه اول شيء انا بحكم حفلاتي بغني كمان كل الالوان وبينطلب مني كل الالوان. واستاذ محمد ماضي، لانه كمان الاغنيه ليالي الغربه للكلام الاستاذ محمد ماضي، وهو كان كمان مرافقني هلا كمان بهيدا السي دي بالتسجيل. كمان كان كمان عم باخذ من خبرته، لانه كمان استاذ كبير بوجه له تحيه، وهو كمان كتير ساند فنانين وبيعرف عنده خبرته بهذا الدومين، ونصحني انه لازم نوع. لازم يكون في الاغنيه الخليجي كمان تترضي كمان اذواق كل العالم، هيك الكل بيتعرف عليك. صحيح. سؤال اخير قبل ما نختم مع اغنيه لإلك حسنة، بالرغم من الشهره اللي حققتيها بدول الخارج، اسمك منه كثير معروف اليوم بالساحه اللبنانيه. صحيح. يعني عملتي عكس معظم الفنانين عاده بينطلقوا من لبنان لدول الخارج. انت قصدتي هالشيء؟ لا نو، بالعكس هيك الظروف، لانه كنت كل ما هون نزل عمل كنت افتقد للاداره، وجينا العروض برا والتهي بالسفر وبالشغل برا، بس ما قصدت ابدا. على كل طريق الفن منه هين ابدا. صحيح. وانت عملت يعني حققت الاصعب، نلت شهره بالخارج، واليوم نتامل انه نشوف اسمك كمان لامع بلبنان وبالساحه اللبنانيه. شكرا لوجودك معنا، انبسطنا انه تعرفنا عليك اكثر. بدنا نختم هلا مع اغنيه برفقه الاورجانيست باسم نمير، تفضلي. ولا بتنام بيني وبينك نظرة عين، سحر الشوق والغرام عين بعينك من يومين، لا بترتاح ولا بتنام، ارحم قلبي اللي بيهواك، لحظة وحدة ما بينساك بين ورودك والأشواك، قلبي وين؟ لحظة وحدة ما بينساك بين ورودك والأشواك، قلبي وين؟ سحرك رماني بحر الهوى وداني، لا تبعد لا تنساني، لا 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 لا، بعرف انه بتهواني ومعود ع حناني، غير حبي ما في تاني، لا لا. هلا يا الزين يا نور العين، انا بهواك ولا بنساك، ارحم قلبي اللي بيهواك، لحظة وحدي ما بينساك بين ورودك والاشواك، لحظة وحدي ما بينساك بين ورودك والأشواك، قلبي و...